والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدينا في الحلقة الفاتت التعليق على ما ورد في صحيفة الدار، الصحيفة اليومية السودانية، من مقالات شيخ صوفي ضال مبتدع لا علاقة له بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، وهو الشيخ عثمان الغلباوي. وكان بيأصل لعنوان المقال بتاعه جواز بناء القباب والأضرحة، ووقفنا عند قول الغلباوي الصوفي، قال: وأما قبور الأولياء والصالحين فقد استحب جماعة البناء عليها وتشييدها، يعني بناء القباب والأضرحة على قبور الأولياء والصالحين تحديدا، قال استحبوا جماعة. وما ورانا الجماعة دي المنو، لأنه لو ورانا الجماعة دي المنو كان كشف حاله بنفسه، جماعة من الشماشة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه القضية وقسم فيها بالسوية صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وبالذات في قبور الأولياء والصالحين أو قبور الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام حرم البناء وتشييد بالذات قبور الصالحين وقبور الأنبياء. ليه؟ لأنه دي الذي يتوقع في الغالب أن يصرف لها العبادة من دون الله، وأن يشرك بأصحابها مع الله عز وجل، لأنه ما ممكن واحد يشرك له بيكلب مع الله. والله ده في ذاته هنا في السودان، ده في ناس بيشركوا بي الله مشكلة، يشركوا مع الله مشكلة، يشركوا مع الله كفار، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون كما قال الله سبحانه وتعالى. عندنا قبة الفكي الصيني في مدن جم كبري حنتوب، ده كافر، كافر شيوعي صيني يعتقد أن لا إله والحياة مادة، جابوا طلبة في الكبري تعمونة ولا بنا، المهم وقع من فوق كسر رقبته، الله كسر رقبته وريحنا منه، كافر ملحد شيوعي. الصوفية جو جمعوا الطوب والأسمنتي والحديد، بنوا له قبة سموا الفكي الصيني، لليلة النسوان بيعبدوا فيه، تخصص قال في المرأة ما بتلد، تخصص نساء وتوليد، الفكي الصيني. فده ذاته موجود عندنا للأسف الشديد، يعني ما نستبعد كثير. لكن النهي أصلا في الأساس وفي الأصل جفي البناء على قبور الأنبياء والصالحين. ليه؟ لأنه دي المتوقع إنها تعبد أكثر من غيرها يا جماعة. واحد، الدليل الأول في الرد على الغلباوي الصوفي صاحب جريدة الدار، وده بيجيبوه كل يوم طوالي، مش مرة ولا مرتين، بيدونه الصفحة كاملة. لو كان جابوا دعاية بتاع الصابون كان أحسن من الغلباوي ده، أو دعاية بتاع الطحنية، أقل شيء كان يستفيدنا منه. لكن وسائل الإعلام في هذه البلاد إلا من رحم الله وغيرها من بلدان المسلمين هي وسائل دمار شامل للدين الإسلامي الصحيح. إذا قال لك عرف وسائل الإعلام قول هي، ده تعريف لغة واصطلاحا، هي وسائل دمار شامل للدين الإسلامي وللعقيدة الصحيحة إلا من رحم الله. شفت كيف؟ الدليل الأول في الرد على الغلباوي الصوفي ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها
أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عن الجميع حكتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير. نزل كنيسة مصورين في الحيط، الناس اللي بيعتقدوا منهم صالحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك أو أولئك، كله صحيح، إذا مات فيهم الرجل الصالح. خلي بالك، الرجل شنو؟ الصالح، لأنه الصالح ده هو المعظم. يجي الغلباوي الصوفي يقول لك إذا كان البنى على قبر زول تاني غير الصالحين فكرهه بعض العلماء، أما إذا في قبر الصالح والولي استحباه جماعة. جماعة دي المنو؟ ورينا جماعة دي المنو يا كذاب يا محتال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ديل اللي بيسووا كده ويبنوا على القبور، قال ديل شرار الخلق عند الله. يجي الغلباء يقول لك استحبه جماعة، جماعة من الشفاتة يوم ناس البرعي وسجام الرماد، هم دول اللي استحبوه. يا تو جماعة، وأصلا الشرك يا جماعة ما وقع في الأمة، أول ما وقع في الأرض إلا بسبب تعظيم قبور الصالحين، وذلك صالحين بجد، لأن ربنا قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الخمسة ديل، ود وسواع ويغوث إلى آخر، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ديل رجال صالحين. الشيطان جل يقوموا وقال لهم: الدريع عبد الله يعبد هنا جم قبور النازل، يعبد الله ما ديل، طيب لا نعبد هنا جم قبور الصالحين؟ عشان ينشطوا في العبادة ويتذكروا عبادة ود أو سواع أو يغوث إلى آخر، وكيف كان نشيط في العبادة وفي ذكر الله وفي الصلاة إلى آخر، ينشط زيه ما يكسل. قال لهم: اعبدوا الله هنا. شوية شوية قال: فلما هلك أولئك ونسي العلم. شيخ الفوزان قال نسي العلم أي بموت العلماء. فأي بلد تلقى العلماء ما فيها، والعلماء يتم علماء يحذروا من الشرك، ما عالم شال له ورقة زكاني فلان وحصني الميس، عالم يحذرك من الشرك بالله ويأمرك بالتوحيد، لأنه دي دعوة أعلم الناس بالله عز وجل وهم الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي دعوة الرسل كده. ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. فلو ما في تحذير من الشرك وأمر بالتوحيد، في أي بلد من البلدان بيسهر الصوفية ويأمر الناس بالشرك بالله وبالكفر بالله وعبادة الشيوخ والضلال والطواغيت والملاحدة زي ما حصل الليلة في أكثر بلدان العالم وأكثر بلدان المسلمين للأسف الشديد. الدليل الثاني في الرد على الغلباوي الصوفي صاحب جريدة الدار السودانية اليومية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. النسوان اللي بيزوروا القبور كثير دي الملعونات، والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج دي اللمبات والانوار، يهو القبب دي ذاتها، والاضرحه يوصلوا لها كهرباء من العمود، ويوصلوا للشيخ الميت تحت ده عداد بتاع جمره واظن موتور مويه كمان، شفتها كيف؟ تلقى قاعد، بل في قباب وأضرحة في البلد دي طوابق لفوق، في الكباشة في قبة طابقين،
في الهلالية في قبة أربع طوابق، أربع طوابق. أنا ما عارف الشيخ قاعد تحت وسرواله فوق وعراقي فوق ولا الحاصي شنو، أربع طوابق. قالوا بنوه ب 2 مليار، ده الهيكل الخرساني بتاعه بس لسه ما قفلوه. ده ما عقولهم مقفل. أنا ما بعني ناس الهلالية، فيهم ناس طيبين، لكن بعني الصوفية. هناك وفي أي مكان وفي أي بلد لا عقول لهم يا أخي، زي ما ربنا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تبني لك لزول ميت وفي الغالب طاغوت من الطواغيت والفجرة، تبني له بنيان مسلح بالسيخ والأسمنت أربع طوابق لفوق، أربع طوابق باثنين مليار؟ دير بيفهموا كيف النازل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد لأنه في واحد بليد من جماعة الترابي رسل لي رسالة، قال لي تحداك تجاوب على الشبهة دي، أنت ما بليد لأنه تلمز الترابي، أنت اللي عرفك بالعلم شنو؟ قال كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول متخذين عليها المساجد، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال هل اليهود والنصارى كان عندهم مساجد؟ أنت ما بليد. المساجد دي ما مقصود بها المسجد الجامع اللي عندنا بيسمي جامع وفيه مئذنة بس ده هو المسجد، لا، المعنى أوسع من كده، المعنى أوسع من كده. بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، حديث البخاري، مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، جد ده ذاته مسجد الساعة، في مئذنة هنا معمولة، في مئذنة مبنية هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ده مسجد، الأرض كلها مسجد إلا حاجتين. وجاء في حديث ثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمسجد ما مقصود بالبنيان، الجامع ده وميزنة وميكروفون ولجنة رئيس أخو مسلم، ده ما هو المسجد، ده أعم من كده. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى المكان اللي بيتعبدوا فيه عبادتهم الباطلة دي ده يسمى شنو؟ مسجد، لأنه من السجود، والسجود شعار العبادة لأنه أعظم العبادات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو شنو؟ ساجد. والمسجد ذات المبني ده ما سمى مسجد إلا إشارة لما يفعل فيه من الصلاة، وما يفعل في الصلاة من أشرف المواطن فيها وهو شنو يا جماعة؟ السجود. ده الموضوع كده. فأي مكان زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي مكان قصدت فيه الصلاة والعبادة فهو مسجد، يسمى مسجد. وإن لم يبنى مسجد بناء على الأحاديث والنصوص الصريحة الواضحة ذكرناها قبل، فده من الأدلة في الرد على الغلباوي. من الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل، وهو عند الإمام مالك في الموطأ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الغلباوي قال: لا، نحن عندنا أدلة من القرآن. جيب يا صوفي. قال ربنا، قال ربنا قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أول حاجة غلبوا على أمرهم ديل، ربنا ما قال في الآية ديل المسلمين، قال يا جماعة ما قال، ولا ربنا قال في علم ده محمود، بل ظاهر الآيات يدل على ذم الله سبحانه وتعالى لفعل هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وين ظاهر الآيات؟ ربنا قال: قال الذين غلبوا على أمرهم. ودائما أصحاب الغلبة والنفوذ في الغالب كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، في الغالب ديل أهل الشرك،
وبعدين ربنا قال لك قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الكلام ده ما جابوا دين، جابوا غلبة وسيطرة ونفوذ، مما يدل أن الله سبحانه وتعالى ذمهم بهذه الجملة في الآية. قال الذين غلبوا على أمرهم، كما بيّن الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. ثانيا، القرآن ده بنفهمه برانا ولا في مفسرين وصحابة وناس جو بعديهم علماء فسروا؟ في مفسرين، وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قال أهل الذكر في الآية؟ قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله في الآية فيها وجهان. الأول أن الذين قالوا ذلك لنتخذن عليهم مسجدا أنهم أصحاب الشرك، وإذا كان أصحاب الشرك نحن كمسلمين مأمورين بمخالفته. الثاني أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ قال ابن جرير كما نقل ابن كثير قال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، شنو يا جماعة؟ مساجد يحذر ما صنعوا. سيدة عائشة قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، ودي في رد على شبهة تانية كمان. الصوفية قالوا قبر النبي طيب ما موجود جوا قبة، القبة ما بنوها الصحابة أبدا، ولا بناها واحد عنده علاقة بالصحابة أبدا، بناها واحد حاكم في زمن من الأزمان يقال ابن طولون ويقال المهم بناها واحد، وما يهمنا منه، بناها واحد ما صحابي. دي المعلومة الأولى التعريفة. نمرة اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام ذاته ما دفن جوا المسجد النبوي، إنما دفن في حجرة عائشة كانت خارج المسجد النبوي، وحجرة عائشة كانت برة. لا، وعهد كله انتهى لحد ما جاء عهد ملك اسمه الوليد بن عبد الملك، وجاء دخل الحجرة أولى الصقة مع الجامع، عمل توسعة دخل أولى الصقة، المهم قربها مع الجامع. ولا النبي دفن جوا حجرة ليه؟ سبب شنو؟ حديث أبو بكر الصديق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وجب روايات، يعني لو في نبي مات هنا في سرير يزحوا السرير ونزلوا. عشان كده صح الألباني في كتابه تحذير الساجد إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في حجرة عائشة وأبو بكر الصديق قدام الحديث ده، الصحابة زحوا السرير وحفروا تحت السرير ونزلوا. شبهة ثالثة، قالوا ليه أبو بكر وعمر دفنوهم هنا؟ ليه دفنوهم هنا؟ طيب ده عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده خصوصية والأنبياء عندهم خصوصية، ليه دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هنا في الحجرة؟ يجاوبك سعيد ابن المسيب في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي موسى، حديث قصة بئر أريس، إن أبو موسى جاء جنب الباب وجاء أبو بكر الصديق طرق الباب دار يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في البير، قال له استأذن لك، فدخل استأذن، فأبو بكر دخل وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام في صفه في البير ودلدل كرعينه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فجاء عمر استأذن برضو دخل وجلس في نفس الصف الفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، عمر برضو جلس. فجاء عثمان بن عفان استأذن ودخل جلس بغادي، ما جلس في نفس الصف الفي والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ومنه وعمر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، إنه أولت الجلسة دي بقبورهم. قال ابن حجر في فتح الباري والمراد اجتماع الصاحبين يعني أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدفن اللي في حجرة عائشة يدفن في مكان واحد النبي وأبو بكر وعمر، وانفراد عثمان عنهم في البقيع، وليس المراد تخصيص الجلوس في تلك الواقعة. قال المقصود من الحديث ده والقصة دي إنه ده إشارة إنه النبي صلى الله عليه وسلم يدفن ومعه أبو بكر وعمر في محل واحد، ده الفهم بتاع السلف كده، وعثمان بعيد لأنه قاعد بغادي في البير بعيد بغادي يدفن في البقيع، ده الحاصل. آخر شبهة جابوها الصوفية هنا، قالوا طيب الآية دي رديتوا على الكلام اللي فيها،
قال الذين غلبوا على أمري. قالوا ليه ربنا ما أنكر في نفس الحتة دي في الآية؟ ليه ربنا ما قال فبئس ما يفعلون؟ ليه؟ الجواب إنه أحيانا في القرآن وبالسنة يأتي الأمر خبر والإنكار يكون في نص آخر أو في موضع آخر من الأدلة والنصوص. وأديك مثال واحد لأنه زمن خلاص انتهى، والأمثلة كثيرة في القرآن والسنة. ربنا قال في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. أنا أوريك إنه أحيانا يأتي الكلام ويأتي الخبر والإنكار ما يكون في نفس الآية، يكون في آيات ثانية ونصوص ثانية. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ده إبليس في غزوة بدر قال للمشركين الليلة ما بزول بغلبكم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنا معاكم. ده إبليس. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم من المشركين إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال قتادة رحمه الله: صدق إبليس في مسألة وكذب في أخرى. وين؟ قال إني أرى ما لا ترون. قال قتادة: صدق إبليس لأنه شاف الملائكة والناء والمشركين ما شايفينه. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال قتادة رحمه الله: كذب إبليس لأنه لو كان بيخاف الله كان الله غفر له. هل في الآية دي ربنا قال كذب إبليس ولا في آيات ثانية في مواضع أخرى؟ إذن أحيانا ما يأتي الرد في نفس الموضع، يا صوفي يا بليد يا غلباوي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.